إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في، في مكتو مرحبا بكم معنا في بث مباشر آخر من مدينة الدار البيضاء. كتواجدوا بالضبط منطقة بوربون أو محج نيس كما هو معروف عند الناس ديال صحاب بوربون. هنا هذه المنطقة التابعة جغرافيا لمقاطعة أنفاق، عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفاق. هذه المقاطعة اللي تم تدشين ديال واحد النافورة اللي صبحات كتزين هنا زنقة أو شارع محمد المكناسي، تقاطع ديال محمد المكناسي مع نيس، واللي عطات واحد الجمالية. وصبحنا هذا الشكل هذا كنشوفوه في أغلب المناطق ديال مدينة الدار البيضاء، خصوصا في أوقات الليلية، أوقات الليلية اللي كتشغل المياه الراقصة. صبحات عندنا نافورات راقصة، كلشي كيعرف النافورة الشهيرة. صورني شوف تيفي العزيز، الله يحفظك العزيز، الله يحفظك، الله يحفظك. الحمد لله هادو الناس ديال الناس اللي الحمد لله كيحبونا، والحمد لله هذا فضل من الله عز وجل. رغم انني ما هز لا ميكرو لا والو، سبحان الله العظيم، الحمد لله. المهم نرجعوا للموضوع. قلنا بانه هاد النافورات الراقصه اصبحت كتزين مدينه الدار البيضاء، خصوصا النافوره الشهيره المعروفه امام ولايه جهه الدار البيضاء سطات، اللي اكيد الكل كيعرفها، والموسيقات الالوان الموسيقيه اللي كتشتغل بالليل. فهاد النافوره كما قلت هي كذلك من هاد النافورات هذه. غادي نقربكم اكثر الصوره، نعطيكم غير المناطق المحيطه بها. لاحظوا معايا، كنظن انه نحاول انه نقربكم اكثر. من هذه هي النافورة، هي هذه لكم. عطات واحد، بكل صراحة الأشغال كانت هنا واحد المدة، هي هنا يعني بعد الانتهاء من الأشغال تم التدشين ديالها بالأمس، وهذا هو الشكل ديالها. وإن شاء الله أكيد غادي نرجعوا لها حتى بالليل باش نشوفوا الشكل ديالها بالليل، أنه أكيد الآن المياه باقا ما اشتغلتش في هذه اللحظات هذه، ما عرفناش واش ربما هذا هو البرنامج اللي غيكون عندها انها تشتغل فقط في المساء، او انه ربما اليوم كنت عاد ما عرفناش حيت باقي ما عندناش معلومات كافيه عليها. باقي يلاه تم التدشين ديالها بالامس، ولكن غنتسناو في هذا المساء هذا الا كانت خدامه في هذا المساء، اكيد غادي نعطيكم الاجواء ديالها وتشوفوا الشكل او المنظر العام ديالها كيفاش غادا تكون. اذا شيء جميل جدا كيف ما كيقولوا الناس، وكنتمناو بكل صراحه كنتمناو بالمقابل المسؤولين يلتفتوا بشكل كبير بزاف للساكنه. كنتمناو يعني بكل صراحه كنتمناو يلتفتوا للساكنه، وبالموازات مع كل هذه الاشغال اللي كاينه في مدينه الدار البيضاء، ماشي فقط هنا في التراب ديال المقاطعه، هنا كاين كل المقاطعات، لانه كيف ما قلنا هذه النافورات صبحات في اغلب المناطق ديال مدينه الدار البيضاء، وهذا بامكانه كيف ما قلنا كيعطي واحد الصوره جميله البنيه التحتيه. البنيه التحتيه ربما ما قدر واحد اخر غادي يشوفها من واحد الزاويه اخرى، هي كتعني انه مثلا تقريب الاداره من المواطنين، خلق يعني العديد من المؤسسات الاخرى اللي تكون تابعه للدوله تكون قريبه من المواطن، كيف ما كنقولوا مرافق عموميه، الهولوجيات، يعني العديد من الامور ربما كل واحد غادي يشوفها من الزاويه ديالو. هذه المساله ديال البنيه التحتيه، ولكن بكل صراحه كتبقى هذه كذلك من البنيه التحتيه، باكيد كما قلنا كتعطي واحد الصوره لمدينه الدار البيضاء، على انه الحمد لله غدا في واحد الطريق جميل، ولكن بالموازات وبالمقارنه مع هذا الشيء هذا، فكنتمنى انه المنتخبين كذلك يحاولوا ما امكن انهم يلتفتوا للساكنه، يشوفوا الهموم ديال الساكنه. كاين شباب عاطين على العمل،
كاين على المستوى الصحي، مستوى التعليم، على مستوى العديد من المستويات اللي اكيد الى هاد المسؤولين او هاد المنتخبين الى حطوا نصب العيون ديالهم وحطوا بعين الاعتبار انه الساكنه اكيد هاد الشيء غتصفق ليه بحراره وكيعطيها واحد كما قلنا كيعطيها واحد الجماليه. لاحظوا معايا الى تكلمنا غير بالامس او اول امس ربما هاد الاسبوع الفائت فما كانتش الصوره بهذا الشكل هذا بكل صراحه، ما كانتش الصوره بهذا الشكل هذا اللي كنشوفوا عليه الان. لاحظوا معايا راه كاين فرق، كاين فرق، ولكن اكيد مواطن اخر ما كيبانش لي هذا الفرق هذا. انت كيبان لي هذا الفرق هذا؟ كيبان لي هذا الفرق هذا الا كان كما كنقول على مستوى التشغيل، على مستوى حتى كذلك بنيه تحتيه اخرى، ملاعب القرب، العديد من الامور، فضاءات عموميه، خصوصا الى ركزنا حتى كذلك على المستوى الصحي، يعني يكونوا بعض يعني مراكز الاستشفاء ديال القرب اللي تكون مثلا كذلك كتسهل انه الناس تلقى مثلا في تمشي الدواء كما كنقولوا. كاين العديد من الامور اللي ربما كما قلنا المواطن البسيط ما غيلمسش هذا الشيء هذا. اذا قارنتي ليه وقلتي ليه واش بغيتي تخدم ولا بغيتي جماليه غيقول لك اسيدي انا بغيت نخدم ندخل طرف الخبز لولادي. فكنتمنى كما قلنا انه هذا الشيء ماشي مستحيل، ولكن الى تضافرت الجهود وكانت النيه الصالحه النيه الصادقه فاكيد هذا الشيء هذا مساله وقت ليس الا. اذا مره اخرى بكل صراحه تحيه مدينه الدار البيضاء على هذا المستوى ديال هذا الشيء ديال كاع المدارات اللي صبحات فيها مثل هاد النافورات هذه حتى منطقه حتى التراب ديال مقاطعه سيدي بليوط. فالشارع ديال انفا مع بوردو يعني التقاطع ديال انفا مع بوردو مع ما عرفتش انفا مع بوردو مع واد المخازين، المهم واحد المدار تما كيتصاوب حاليا باقي ما كملش. فكذلك هذا يعطي واحد الجماليه للمنطقه. هذا الشيء قلنا هذا الشيء هذا زوين، ولكن كنتمنى بكل صراحه انه نشوفوا هذا الشيء هذا ينعكس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وعلى مستوى التشغيل على مستوى عدد من الامور. فكنتمنى هاد المنتخبين يحطوا هذا الشيء هذا نصب العيون ديالهم ويلتفتوا للساكنه في هذا الاطار هذا باش حتى الناس كما قلنا هاد التغيير تحس به. الانسان اذا كان خدام اكيد غادي يجي يريح في شي مقهى من هاد المقاهي هادو غادي يجي وغيريح وغيستمتع وغيشرب واحد الكاس ديال القهوه وغيستمتع. اما اذا كان ما خدامش فراه غتلقاه مسكين اكيد مريح ديال شي كرسي ومريح شي قنت شي زاويه هنا وكئيب وطالع عليه الدم كما كنقولوا ما حاملش الدنيا كامله وهذا الشيء ما غيبانش ليه. فكنتمنى كما قلت انه يتم الالتفات لهذه المساله هذه. ومره اخرى تحيه للناس ربما اللي كيحاولوا انهم يعطوا ما في جهدهم لمدينه الدار البيضاء. والله يوفق كل واحد كيخدم بالنيه هذه المدينه وهذا الوطن الله يوفقه، واللي كيخدم القوالب وتحرميات وكيخدم باش يعمر جيبه الله ياخذ فيه الحق والله يبعدو على هذا الوطن. هذا الشيء اللي نقول. اذا تحياتي لكم، كنتمنى انه رسالتكم وصلت. ما بقى لي الا نوداكم على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر، وعلى امل ان شاء الله انا نرجعوا اذا كانت هذا المساء خدمات هذا النافوره هذه غادي نرجعوا باش نقول لكم الشكل النهائي والمنظر الاخير المنظر العام ديال هذا النافوره هذه. كذلك كنشوف العديد من الاعلام، اعلام ديال العديد من الدول كاين. لاحظوا معايا يعني بكل صراحه هذا هو الشكل اللي بغينا نشوفوا عليه مدينه الدار البيضاء بكل صراحه، هذا هو الشكل. ولكن كنتمنى انه بالموازاه مع هذا الشيء هذا اللي هو الشكل الاساسي ورئيسي واللي غادي يشوفوه المواطنين وغيلمسوه هو التشغيل 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 التشغيل، والمستوى الاجتماعي والاقتصادي يكون طالع عند الساكنه باش يحسوا بهذا التغيير هذا. اذا ما بقى لي انا وداكم على امل اللقاء بكم في مباشر اخر. مصطفى القرناوي من طاقم شوب تي في يحييكم، الى اللقاء.